وسهلا فيك منصور. عندك فكرة أطلقتها من خلال فريق تنشيط مستر أند مسز كلون، بدنا نهنيك أكيد على هالفكرة. تأثرت دايما يمكن يعني مؤخرا عم نشوف عبر وسائل الإعلام في لغة عنفية عم بتكون موجهة نحو الأطفال لتغيير يمكن نمط فكري، نمط ثقافي معين، لتأثير بالأطفال بلغة فينا نعتبر لغة عدم استعمال المحبة. اليوم قررت أنه تغير هالفكرة وتكون عم يعني بعد حرب تموز كانت الفكرة، اشرح لنا هيك شوي يعني دعوتك تكون كاهن، كنت حضرتك إكليريكي سابق ومشروع كاهن، كيف اجتك الفكرة وشو الهدف منها؟ صحيح رانيا، أول شيء بقول لك ميرسي على استقبالك لنا. نحن بلشت الفكرة تقريبا خلال حرب تموز، شفنا قديش الوضع كان كتير مأزم وكل الأولاد عم بياخدوا حضارة عنف. نشكر كمان هلا سيدنا البطرك اخذ شركه ومحبه، نحن عم نساهم بهالحضاره، حضاره المحبه بطريقتنا. نحن عملنا مشروع مستر اند مسز كلاون انا ومدامتي تنغير شوي مثل ما عم بتقولي فكره العنف. كل الالعاب واقعيا مع عند الاولاد على الكمبيوتر عم تشوفي كله تطور صوب العنف. صحيح. ما في شيء صوب الفرح او صوب يعني التغيير نشاطات وتنويعها. منشوف انه الالعاب القديمه كانت العاب الانسان الولد هو يخترعها وينبسط فيها اكثر ما الالعاب اللي هلا عم توصل له وبيقضي كل وقته عليها على الانترنت. نحن اكتشفنا دعوتنا بالفرح. الفرح كان هدفنا من الاساس، اشتغلنا عليه انا ومدامتي سوا. عم نشوف هالضحكه هيك العريضه من هالكلون عبر الشاشه، قديش هيك ملفتة. نعم، هون أنا ومدامتي، هاي مدامتي. نحن بنشتغل الميك اب تبعولنا، من وقت للتاني بنغير الكاركتير تبعولنا أو بنغير التونيو كمان نشوف الولد على طول شيء جديد. تلاقي كله ألوان مفرفحة، ألوان بتدل على السلام، كان لون الأزرق أو الأبيض والألوان الحب الأحمر. أكيد الوان كثير عنا نعطاها معنا بلبنان، ولكن نحن من كل الالوان، نحن لكل الالوان، وعم نساعد الانسان ككل انسان تا عن جد يتغير، وهالعالم خاصه الاهل يوعوا لفكره انه الولد بحاجه لرعايه لفرح لمحبه حدا يحيطه. هلا نحن كيف بتنظموا النشاطات؟ مع مين بتتواصلوا؟ اجمالا عندنا كذا وسيله اتصال، اهم الانترنت بتعرفي، عندنا جروب على الفيسبوك مسمينه مستر اند مسز كلاون، كمان بمساعده صديق قدرنا نطوره اكثر واكثر. هلا صار عندنا بظرف تقريبا اسبوعين كنا عم نشتغل عليه، صار عندنا تقريبا 4700 شخص من فايتين معنا بالجروب. اكيد من وراء الجروب بيجينا نشاطات، ان كان من رعايا، ان كان من مؤسسات خاصه، ان كان من اهل حابين يعملوا اعياد ميلاد لاولادهم. نحن عيد الميلاد بناخده من الاله الزاد، يعني بناخذ كل شيء فيه، بنقدم فيه ماجيك تريكس، بنقدم فيه تويستنج بالونز اللي هن البالونات ال 260، بنعمل فيهم موديلات حيوانات. كمان مثل ما شايفه هون بالصوره في عندنا بنعمل لهم جو بالبرانيت، بحبوا كثير ياخذوا صوره في الاولاد. وهذا تقريبا بروجرامنا منظم، في كل الموسيقى نحن بنأمنها، بنأمن حتى الدي جي للحفله. بناخذ يعني نحن بنلاحق الولد من اول ما يخلق حتى يعمل اول قربانه او العماده الاول قربانه تا يرجع يتجوز هو ويصير عنده اولاد. يعني كان قديش عم بتلاقي مع الاهل في تفاعل، كمان في تجاوب، يعني انه اليوم مش عم نشوف حتى الهدايا، يعني اليوم في كادو دو روتور، يعني اللي بتر الهدايا المرتجعه للاشخاص اللي بيكونوا مدعوين بتكون كمان لها معنى والها هدف انه يعيشوا فيه. مزبوط، اكثريه الاهل عم بيطلبوا منا على طول شيء جديد، شيء غير السوق. نحن صراحة مسحنا الأشياء، غيرنا لها معناها، أعطينا رمز لكل شغلة. يعني مثلا يعني ضمن بعد روحي عم تشتغلوا هذا الشغل. هلا في أهل أكيد بيقول لك بليز لا ما تحكوني شيء روحي، بدي موه للأولاد.
وفي أهل بفضلوا أنه يكون شيء فيه طعم روحية. يعني مثل اللي أعطيني مثل شو عملت؟ يعني مثلا 260 هول بالونات نعطي مثلا للصاحب العيد، نعطي وردة بنقول له، نعطي رمز للوردة بنفهمه شو رمز الوردة، بنقول له أنه إن شاء الله كل ما حياتك تكون مقاسي حدا يعطول اللي يكون موجود يعطيك وردة. مزبوط بنعمل سيف يمكن علامة عنف بس كمان هو علامة قوة، ونطلب أنه يتسلح بسلاح حقيقي اللي هو أكيد المحبة والإيمان. نعطيهم مثلا كورون، نعمل لهم كراون على رأسهم، كمان تنقل لهم أنه أنت بعين يسوع ملك. أكيد بكل حفلة في إلى طابع معين نشتغل عليه، خاصة الأول أرباني نشتغل عليها بكتير رموز، نبلش نفهمه للولد من خلال الترفيه معنى الشيء اللي هو تقدم عليه، الشيء اللي الله عطاه النعمة إنه يتناول. صحيح. عبر الفيسبوك شو هو عبر الفيسبوك نحن مستر دوت أند مسز دوت كلاون، مستر أند مسز كلاون. الايميل بيقدروا يحكوني يتواصلوا معي على vincent_zaidan@hotmail.com. يمكن هذا بنعرض الافيش، وهذا افيش بشكر عليه كمان مسيو جوزيف حرب، عنده شركه انفراكود بلبنان. ان شاء الله الله يقويه، ان شاء الله دائما هيك تكونوا عم بتقدموا الاشياء الحلوه. شو رسالتك، شو المساج اللي حابب توصله من خلال هيدا الفريق يلي اليوم له غايه فينا نعتبر مثل ما قلت يعني له بعد روحي، حابب يوصل رسائل معينه ولكن ضمن الفرح وضمن البسمه يلي دائما ان شاء الله ما بتنمحى من ولا بيت. نحن الهدف كان الاساسي انه بكل فريق او شيء ما بننكر انه كان هدف اول شيء مادي، يعني تنأمن حياتنا. بتعرف الوضع بلبنان بيضطر الشخص يشتغل كذا شغله، ولكن بذات الوقت كان الهدف اللي تطور لاحقا ان اشتغلنا على الفرح، كيف انا اغير الانسان فوت فيه بحياته فرح. جربنا قد ما فينا ان نساعد الاهل حتى انه يلاحوا ابنهم بعد الايفنت. كنا ناخذ ارقام تليفوناتهم نحكيهم، حتى اوقات في منهم كنا نلعزمهم على الكنيسه يلتزموا بجماعه معينه. عطول كانت الام تقول لي عطول بيقعد على الانترنت ما عنده شيء يعمله، عطول زهقان الصبي، عطول مهايبر بالبيت بعذبهم كذا. صرنا نحن نوجه كمان بطريقه غير مباشره، يعني بتعرف ما فينا على طول ناخذ الاشياء الروحانيه مع العالم، ولكن بنجرب نوصل لهم الانجيل بطريقتنا. برجع بقول انه حضاره المحبه وشركه المحبه اللي اطلقها سيدنا البطرك، نحن يعني عم نجرب نجسدها بحياتنا اليوميه، وان شاء الله تكون دعوتنا هالمواهب والهوايات اللي اعطانا اياهم ربنا نعرف نوظفهم بمحلهم الصحيح. وبتصور انا هيدا انطلاقه لدعوتي انه يكون بين الاولاد، يعني بلش نمي رب الاولاد يمكن على طريقتي الخاصه. اوقات في ناس ما بيفهموها وصعب يفهموها علينا انه بدنا نشتغل على الولد مش على الكبير، لانه الولد هو اللي حيرجع بعدين يكفي الحضاره ويكبر. منصور قلت لي رح تكون مشروع كاهن إكليريكي تقريبا 3 سنين بقيت، قررت تكون دعوتك كاهن متزوج. نعم. رح ترجع تكفي، فان شاء الله هيك بدنا نتمنى لك انه تكون مسار دعوتك مثل ما الرب يريدها بمشيئته، وتكون فعلا عم تعطي الاطفال الفرحه والبسمه. شو بتحب تضيف بختم حلقتنا؟ بقولكم مرسي كثير، وبشكر كل الاشخاص اللي ساعدوا انه اكون موجود معكم. بشكر تيلي لوميير والاخ نور، ما بنسى فضلهم علي من زمان. كمان بحب اشكرك لك شخصيا. لا شكر على واجب استقبلتينا عندك، واكيد بصلاتكم بصلات امنا العذراء يمكن اكيد رح كفي دعوتي، مش يمكن إذا الله راد. منصور بنتمنى لك كل التوفيق بفريق تنشيط مستر أند مسز كلاون لكل الأشخاص يلي بحبوا أنه يكون لكل مناسباتهم السعيدة إلى بعد من المحبة، بعد من الفرح، يكونوا عم بيعيشوا فعلا مع هالجروب يلي قادر يعطي الفرحة من كل قلبه دون أي يعني
حذافير أو ممكن أن تكون عم تلغي لغة العنف ولغة السلاح من بيوتكم، فتشجعوا وكونوا مع الفريق. شكرا لك منصور، شكرا لك. ولزوجتك أكيد بنوجه لها تحية، على أمل أنه هيك يكون دايما شباب لبنان مليان من حضارة المحبة حتى يقدر يعلن. مشاهدينا لهون بتنتهي حلقتنا من حديث الحدث، كونوا معنا بحلقات مقبلة وإلى اللقاء.